التجارب هو أحد مراحل البحث العلمي، يعني معروف أن البحث العلمي يبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي البحث في المختبرات والأوراق العلمية وكذا، بعدين ينتقل إلى مرحلة البحث عن طريق اختبار المركبات والمستحضرات على حيوانات التجارب، ثم المرحلة اللاحقة والأهم اللي هي مرحلة الاختبار على الإنسان. فبدأت الفكرة في كيفية عمل مركب يؤدي إلى تحسين عمل عضلة القلب وانقباضات القلب لدى الحيوانات، التي تم قبل أن نجرب الدواء هذا عليها والمركب هذا عليها، تم زيادة وزنها وتعرضها لأمراض معينة، أمراض التمثيل الغذائي، كي تضعف عضلة القلب عندها ويزداد ارتفاع ضغط الدم في الشرايين. فإحنا أخذنا هذه المجموعة من الحيوانات ثم طبقنا عليها هذا المركب، فوجدنا بفضل الله عز وجل أن هذا المركب يحتوي على مجموعة مواد، يعني مستحضر طبي يحتوي على مجموعة مواد، منها مادة الكريستين، ومنها مادة بعض الفيتامينات، ومنها بذور اليقطين، ومنها أيضا مثال الجلايكول. هذه كلها بتركيباتها استطعنا أن نصل فيها إلى مركب نانوي. المركب النانوي اللي هو المركبات المتناهية الصغر، فتستطيع التأثير على الخلايا القلبية، خلايا عضلة القلب. وجدنا بفضل الله عز وجل بعد اختبارات متعددة أن تركيبة المركب بوضعه هذا الذي ابتكرناه يؤدي إلى تحسن في انقباضات عضلة القلب التي تكون ضعيفة، وأيضا يؤدي إلى تدفق الدم بصورة أحسن عبر الدورة الدموية، ويؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم. المركب بتكوينه اللي إحنا أوجدناه لم يسجله أحد قبلنا، فلذلك تم مراسلة براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، والحمد لله يعني أخذ مننا حوالي يمكن سنة كاملة حتى تم تسجيله والموافقة على تسجيله كبراءة لأول مرة يظهر هذا المركب فيسجل ويحصل على براءة الاختراع، والحمد لله. الحمد لله، جميل. طيب عن ماذا سيغنينا هذا المركب؟ عن عمليات القسطرة مثلا أو نعم. طبعا أمراض القلب أمراض متعددة وكبيرة وواسعة جدا، منها الأمراض التي تؤدي إلى أن عضلة القلب تصير ضعيفة، عضلة القلب تضعف، فهذا يؤدي إلى زيادة نشاط عضلة القلب، انقباضات عضلة القلب نفسها، هذا يؤدي إلى زيادة في نشاط عضلة القلب والتأثير على الأوعية الدموية، بحيث تؤدي وظائفها بكفاءة عالية، لكنه ليس بديلا عن العمليات الجراحية وعمليات القسطرة في حال انسداد الشرايين وخلافه، لا، ولكن هو يعني يقوم مقام يعني منشطات لعضلة القلب في أمراض معينة ومحددة تصيب القلب. جميل. طيب خلال الثلاث سنوات الماضية واجهتكم صعوبات، نحن نعرف الصعوبات اللي واجهتكم. طبعا الصعوبات تأتي في إنه كيفية خلط المركبات هذه والوصول بها إلى صيغة نانوية، إلى هي الصيغة المتناهية الصغر، بحيث أنها تؤدي عملها على الخلايا. أيضا في العمل مع الحيوانات هو عمل جميل لكنه عمل مضني أيضا وشاق، يعني ليس كل الحيوانات التجارب تستطيع الوصول بها إلى درجة ثبات معينة بحيث يمكن تجربة الدواء عليها، وهلما جرى من هذه المشاكل التي يعني تتعرض بعضها للحيوان نفسه وكيفية تسوية القلوب عند الحيوانات كلها، بحيث يصل القلب مثلا في الحيوان كذا جرام في الوزن، وضعف عضلة القلب يكون متساوي عند جميع الحيوانات حتى يمكن أن نجرب الدواء عليها. هذه هي تقريبا الإشكاليات. تأتي بعد كده إشكاليات أخرى اللي هي الإشكاليات المتعلقة بالأمور الإدارية والقانونية في تسجيل براءة الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا حقيقة لا يفوتني أن أنوه وأشكر شكر جزيل إدارة جامعة الملك عبد العزيز، هم قاموا حقيقة بكل هذه الأمور القانونية والإدارية نحو تأكيد وتثبيت
براءة الاختراع في مركز براءة الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني أخص بالذكر معالي رئيس الجامعة البروفيسور عبد الرحمن اليوبي، وأيضا كذلك سعادة عميد كلية الطب الدكتور البروفيسور محمود الأحول، وعميد كلية الصيدلة البروفيسور هاني عصفور. كلهم ساعدوا حقيقة وأعطونا الرعاية الكاملة والعناية بحيث أن نصل بهذا المركب إلى براءة الاختراع. الحمد لله. الحمد لله. طيب متى سنشاهد المركب هذا إن شاء الله في المملكة؟ طبعا كما ذكرت أنه البحث العلمي يمر بعدة مراحل. إحنا الآن في المرحلة الوسط اللي هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إن شاء الله بعد سنبدأ فيها قريبا، اللي هي تتطلب جهد أكبر. الجهد الأكبر هذا هو أولا الحصول والتنسيق مع شركات الأدوية، ثم بعد ذلك حصول موافقات نسميه إحنا اللي هي الميديكال إيثكس، اللي هي المركز إجازة الدواء كي يستخدم نحو مع أو مع الإنسان أو على الإنسان. وبعد ذلك أيضا موافقات الناس حتى إن ممكن أن نجرب هذا الدواء عليه. فهذه مراحل متعددة تحتاج إلى بروتوكول خاص سنشرع فيه قريبا إن شاء الله، بالتنسيق مع الجامعة وبالتنسيق مع الكليات وبالتنسيق مع المرضى، ثم نشرع بعد ذلك في تجربته على الإنسان، بعد التنسيق أيضا مع شركات الأدوية كي نحصل على مستحضر يليق بالاستخدام البشري. طيب هل لديكم إحصائية يعني عن الأعداد اللي ممكن حتستخدمونها في المستقبل؟ إلا الآن لا يوجد. هو طبعا هذا الشيء كله يعني له علاقة بعدد المرضى. طيب نعم. اللي أقصد أنه هل عندكم إحصائية لأعداد المرضى؟ على حسب نوع المرض، هو بحر واسع، ما نستطيع أن نقول إن والله إنه إحنا عندنا عدد معين سنستخدمه عليه ولا لا. لا، هو عدد واسع. إذا وصلنا إلى شريحة إحصائية معينة نستطيع أن نجري فيها، هذا يعتمد على المعادلة الإحصائية التي نستخدمها في التجربة على الإنسان. هو في الغالب كيف تكون ببساطة شديدة حتى يفهمها عامة الناس، إنه علومنا إحنا علوم تجريبية. مثلاً نأخذ مثلاً، خلينا نقول على سبيل المثال، أخذنا 500 مريض عندهم فشل في وظائف عضلة القلب، و500 مريض أيضاً آخرين نقسمهم اثنين، الجزء الأول نعطيه هذا الدواء والجزء الثاني ما نعطيه هذا الدواء، ثم نعمل عملية إحصائية فنشوف هل تأثير الدواء هذا كان تأثير حقيقي على الإنسان ولا لا. هذه يسموها العلوم التجريبية، يعني علوم ليست هكذا إنه إنسان مثلاً طلع يقول والله جربته على 5-6 مرضى، لا، وإنما نجربه بمعادلات إحصائية دقيقة، فعلى حسب نتيجتها نستطيع أن نقول إيه ونجحنا إحنا، وبعد ذلك ثم يرفع هذا الأمر إلى لجان الدواء والغذاء، هيئات الدواء والغذاء حتى تقره، بعد إقراره يمكن تجربته على ممكن عمله على الإنسان. نعم. طيب كلمة أخيرة تقولها ممكن للدعم حكومتنا على هذا الابتكار؟ وجدنا والله كامل الدعم ابتداء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجدنا كامل الدعم من جامعة الملك عبد العزيز قبل ذلك وبعده حقيقة، يعني الدعم الكبير اللي نحصله من ولاة الأمر في هذا البلد نحو دفع عجلة التنمية إلى الأمام، هذا أمر مهم جدا. وهنا أريد أن يعني أخذ على يد الشباب والأكاديميين أن يساهموا في نهضة بلادهم عن طريق المبتكرات الطبية الجديدة. لا نريد أن يكون عملنا فقط أكاديمي تقليدي، وإنما نريد أن نسعى إلى تحقيق شيء ذو مكانة علمية عالية وإضافة علمية ترفع من مكانة بلادنا ومكانة جامعاتنا ودراساتنا وما تقدمه الدولة للمواطنين في هذا الباب. لابد أن نجتهد نحن أيضا ونكون باب لرفع مكانة المملكة العربية السعودية عاليا، والحمد لله ما نجده من دعم شجعنا على أننا نمضي في هذا الطريق إن شاء الله.